بفضل الله وتوفيقه ومجهود أولادنا وعرقهم اللي احنا بنسعى ان هم يكونوا دائما مثال وقدوة للشباب المصري كله، قدرنا بإذن الله ان احنا نحصل على بطولة أفريقيا بجدارة. بجدارة يعني 12 ميدالية ذهب من ضمن 16 مسابقة. احنا الحقيقة كنا مصرين ان احنا ناخد كل الميداليات كده علشان نقول لأفريقيا احنا أبطال العالم بجد، وده أكبر تجمع أفريقي أنا شاهدته لأن كان فيه 24 دولة. الحمد لله مصر خدت ترتيب أول عام، شارك في البطولة 24 دولة. الحمد لله مصر حصلت على 12 ميدالية ذهبية. هي بطولة قوية مش ضعيفة، يعني دي بطولة أفريقيا للكبار، بس يمكن إحنا مصر الحمد لله ترتيبنا العالمي السادس على العالم، فإحنا منافسين عالميين في الأساس، فالمستوى بيننا وبين الأفارقة يعني ممكن تقول ان هو كبير. يعني احنا سادس على العالم، ولكن في حاجه احنا فيها اول على العالم، الشباب والناشئين. احنا اول عالم للمره الثانيه على التوالي. دي اول بطوله رسميه، عندنا بطوله العرب كمان اسبوع ان شاء الله في الاردن، بعد كده عندنا بطوله البريمير ليج في اسطنبول، ثم معسكر في مونتينيجرو، ثم بعد هنلعب بطوله بحر متوسط في مونتينيجرو، ثم بطوله بريمير ليج في المانيا، ثم بعد كده ان شاء الله بطوله العالم في المانيا. اخبار الطيارات ايه؟ والله لا هو ده عرض حاد، يعني الطياره اللي احنا حادثه عارضه بيحصل في اي طيران، خضينا احنا بس شويه كتير. لا هو طبيعي، هو الموقف كان صعب جدا، يعني بحيث ان الطياره الموتور كان فيه شبه احتراق، يعني فالراجل الطياره نزلت في موباكو في مالي على اساس ان هو برده ما ينفعش يكمل، كان معاه محرك سليم يعني، فما ينفعش يكمل الرحله بوضع الطياره ده، واضطرينا نبات في مالي لمده يوم، وبعد كده خدنا الطياره الثانيه لغايه ما اتصلحت لغايه اديس ابابا. الحمد لله منتخب الكاراتيه واتحاد المصري للكاراتيه مصنف اول عالم، فدي حاجه نفتخر بيها كلعبه يعني ليها تاريخ في مصر، واللي موجودين كلهم سواء من جيل الدكتور ايمن عبد الحميد او الاجيال اللي موجوده بيحتلوا دايما اماكن الصداره، فاحنا موجودين بنهنيهم الاول على النتائج وبنطمنهم ان احنا كنا موجودين معاهم لحظه بلحظه للهبوط اضطراري او للتواجد، ودايما ان شاء الله نستقبلهم، بس استقبالاتنا الجايه تكون نقول لهم مبروك وما يكونش ان شاء الله حاجه تحصل تاني في الطيران. يعني البطوله الحمد لله احنا في افريقيا عامه مستوانا عالي وعلى طول دايما بنجيب ترتيب عام اول الحمد لله. البطوله دي بالذات جبنا فيها 12 ذهب، وده كانت اكتر مره يعني جبنا فيها عدد ميداليات ذهب، واثنين فضه وواحده برونز. البطوله كانت قويه، وعشان اول سنه ليا سافر بطوله افريقيا، فهي كانت بطوله صعبه طبعا وقويه، والحمد لله احنا عملنا 12 ميداليه ذهب، الحمد لله يعني خدنا المركز الاول في البطوله. احنا عملنا انجاز جديد، وانجاز يضاف للاتحاد المصري للكاراتيه، ان احنا من اصل 16 ايفنت جايبين 12 ذهب، دي حاجه اول مره تتعمل في بطوله افريقيا، والحمد لله احنا مبسوطين بالانجاز، وهو اللي حللنا شويه اللي حصل معانا في الرحله. الحمد لله ليكوا قلت عليكوا جامد، ولا كان الموضوع بالنسبه لهم متعودين ان انتوا السفر والبطولات والاجواء دي؟ اكيد قلقوا، والوزاره كمان قلقت، يعني احنا عرفنا ان وزير الشباب والرياضه اول لما عرف كان متابع مع دكتور ايمن عبد الحميد رئيس الاتحاد، وكان على طول بيتصل كل تقريبا ربع ساعه بيطمن علينا وبيطمن على صحه اللعيبه، فاحنا شاكرين له حاجه زي كده. اخيرا اللي جاي بالنسبه لكم ايه؟ اعتقد في بطوله عالم جايه بالنسبه لكم، شايفه فرصنا فيها وشايفه امكانياتنا فيها ازاي؟ والله انا شايفه ان الكاراتيه المصري يعني هو دلوقتي الحمد لله متطور بشكل كبير، واحنا الحمد لله دلوقتي بدانا نفرض نفسنا على العالم، ودي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. انا متفائله خير ان شاء الله في بطوله العالم اللي جايه، احنا عندنا تيم رائع وعندنا ابطال عالم كتير وعملنا انجازات كتير في وقت قصير، فاتمنى ان شاء الله ان احنا بطوله العالم السنه دي نعمل فيها انجاز ما حصلش قبل كده ان شاء الله.